اتصالات كثيرة وبرقيات وتليفونات ورسائل وحاجات كثيرة خالص بتبين يعني التكاتف الإنساني من الجميع والتأثر بالحادث. وبنحط كل رجعنا في الله، هو صاحب حياتنا من أول إلى آخر. أمين. هو فعلاً باين قد إيه كمية التعازي اللي من مختلف دول العالم ومن مختلف الجهات والهيئات سواء مصرية أو في جميع أنحاء العالم بشكل يعني يمكن يكون يعني كثيف جداً المرة دي، يعني في درجة من التكاتف ودرجة من إظهار المحبة ودرجة من إعلاء الإنسانية يعني بنلاحظها في هذه يعني سفارات كثيرة. السفارات كثيرة تواصلت معنا وقدمت تعزيها وأصدرت بيانات. كنائس كثيرة وطوائف كثيرة، فضيلة الإمام الأكبر برغم أنه في رحلة خارج مصر إلا أنه تواصل ويانا واتصل بينا وقدم لنا التعزية. كل ده بنتقاسم جميعا الألم الشديد. يوم بيبقى الألم بيبقى خفيف بنقدر نتحمله جميعا، لكن يظل الألم ألم. وعايز أقول لحضرتك أن انتقال عدد كبير زي كده زي اللي انتقلوا النهاردة الصبح بيرفع قلبنا للسماء على طول، لأن دول أحبائنا اللي سبقونا على السماء، وليس لنا شيء نصنعه غير أن احنا ننظر للسماء حيث مكانهم وننظر للسماء حيث أن قلبنا يبقى متشعلق في السماء وتكون حياتنا كلها مرضية أمام ربنا، عشان في لحظة واحدة ممكن تنتهي حياة الإنسان. وأنا يعني اسمحي لي أضيف إضافة صغيرة كده، أن في محطات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع بتشيع كلام محبط ومؤلم للغاية، وكل ده خارج عن الحقيقة، كل ده خارج عن الحقيقة، نوع من الشماتة. فأرجو عدم الالتفات للكلام ده كله، والبلد قامت بالواجب كاملا. احنا لسه حالا الرئيس بيوصي الهيئة الهندسية بإعادة يعني ترميم وإعادة إعمار الكنيسة مرة أخرى. ده اتصل بي رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب، اتصل بي وكلمني على طول بعد ما السيد الرئيس كلفه بالمسؤولية ده هي، وكلمني وقال لي احنا عايزين ندخل على طول، وفعلا دخلوا على طول. بس قلت له انتظر لغاية بس ما الجناز يتم، واحنا طلبنا ان الجناز يبقى في اكتر من مكان عشان الالتحام بتاع الناس. وطبعا انا على تواصل مع الاباء الاسافة والاباء الكهنة طول اليوم النهاردة. ربنا يعزينا جميعا يعني، ولا نملك الا الصلاة امام الله.